يعني التكنولوجيا بقت وسيلة للتحكم فينا بعلم النفس، وده الغرض من الحلقة بتاعتنا النهاردة. احنا مش عايزين نقولك بلاش تستخدم التكنولوجيا، بس عايزين نحط قواعد وحدود ومعايير وتعاليم مختلف يعلم ولادنا المشاكل دي قبل فوات الأوان. لحد دلوقتي في جدل كبير من الناحية العلمية على مسألة إدمان الإنترنت والألعاب والإنترنت، خصوصا بعد ما أعلنت منظمة الصحة العالمية في يناير 2018 إن إدمان الألعاب مدرج ضمن الأمراض النفسية في الدليل الخاص بيها، وده عمل ضجة كبيرة جدا أكاديمية ما بين مؤيد ومعارض، لأن في خبراء كتير جدا معتبرين إنه دليل على مرض نفسي تاني مش الإنترنت هو الأساس. طبعا إحنا مش موجودين في الضجة دي، إحنا خارج الكوكب أساسا. أعتقد دي مهمة التعليم، ما عندناش للأسف تعليم يعلم ولادنا إزاي يستخدموا التكنولوجيا صح، تعليم يخلينا نعمل توازن أو بالانس ما بين الفايدة والضرر، لكن للأسف عندنا استهلاك بلا حدود للتكنولوجيا.